الخير واهلا وسهلا بكل اللي عم بيتابعونا من كل مكان. حلقه جديده من برنامج اكسترا تايم رح نحكي فيها بالعديد من المواضيع المحليه والعالميه، ورح اكون معكم فيها انا وفرح عبنده. يسعد مساكم متابعينا باكسترا تايم. اليوم رح نسلط الضوء على انتصار الوحدات على نادي بنغالور الهندي ببطوله دوري ابطال اسيا، بالاضافه الى العديد من المواضيع والفقرات الرياضيه. طبعا الحديث عن الفوز الوحداتي رح يكون معنا محلل رؤيا الرياضي محمد حسيبه. مساء الخير محمد. مساء النور سمح يسعد مساك. اهلا فيك. اهلا وسهلا. بدايتنا رح تكون مع انتصار المارد الاخضر بمباراه اليوم امام بنغالور الهندي بالتقرير التالي. الخطوة الأولى نحو الوصول إلى دور المجموعات لدور أبطال آسيا، واجه الوحدات ممثل الكرة الأردنية ضيفه بنغالور الهندي في مباراة تحت عنوان التعثر ممنوع. جماهير الوحدات رفقة جماهير الأندية الأردنية شكلت لوحة رائعة على جنبات ملعب الملك عبد الله الثاني في الجويسمة، فاحتشد مبكرا كرسالة للفريق الضيف أن الخسارة عبارة مرفوضة على أرضنا. ومع انطلاقة صافرة الحكم سعى الوحدات إلى مباغتة خصمه بهدف مبكر يربك فيه حسابات بنغالور، لكنه اصطدم بفريق منظم قادر على مباغتة الوحدات بأي وقت من الأوقات. ولاحت للفريق الهندي فرصة خطيرة كانت بمثابة الإنذار، ومن كرة عرضية دكها ستاريتو برأسه، لكنها وجدت تامر صالح ليتصدى لها بثبات. وبدأ الوحدات شيئا فشيئا يفرض أفضليته من حيث الاستحواذ والخطورة، حيث تواجد رجائي والياس في منتصف الملعب ومن أمامهما عبد الفتاح، وشغل الأطراف أبو عمارة والفلسطيني أحمد ماهر لتمويل رأس الحربة بهاء فيصل. ولم يتعامل لاعب الوحدات بالشكل الأمثل مع ما أتيح لهم من فرص، فنفذ أبو عمارة ضربة حرة مباشرة ارتقى لها المدافع خطاب برأسه لتهز الشباك الجانبية، أتبعه عبد الفتاح بتسديدة أرضية احتاجت لشيء من الدقة لتسكن الشباك. ووجد الوحدات صعوبة بالغة في إيجاد المساحات والثغرات في الدفاع الهندي الذي عمل على فرض الرقابة اللصيقة على مفاتيح اللعب والاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت إزعاجا لسيباستيان وخطاب ودميري وقنديل. الشوط الثاني كان شوط الفرحة الخضراء، والذي قدم خلاله المحترف الفلسطيني أحمد ماهر اعتماده في صفوف المارد الأخضر عندما أنهى صبر الجماهير وهز شباك بنغالور بالهدف الأول، بعدما تابع تسديدة أبو عمارة معلنا الهدف الأول بالدقيقة 47. ولم يمض الوقت طويلا ليحصل الوحدات على ضربة جزاء في الدقيقة 65 بعد تعرض بهاء فيصل لإعاقة نفذها اللاعب نفسه بنجاح. الرد الهندي على الهدفين جاء سريعا بعد 3 دقائق من الهدف الثاني بتسجيل هدفه الأول سريعا من ضربة ركنية وصلت لشيرتي غير المراقب ووضعها في شباك تامر صالح. وواصل الوحدات أفضليته وأهدر عدة فرص في الوقت الذي اجتهد فيه بنغالور لمعادلة النتيجة، لكن محاولاته باءت بالفشل ليخرج الوحدات ويتأهل لمواجهة الوحدة الإماراتي في 7 من الشهر المقبل. طبعا في البداية بدنا نشكر قنوات الدوري والكأس على منحهم اكسترا تايم ملخصات مباراة الوحدات وبنغالور الهندي، فكل الشكر للزملاء الاعزاء في الدوري والكأس على تعاونهم معنا، والف مبروك الفوز للوحدات. حسيبة، فوز طبعا يعني بهدفين مقابل هدف يؤهل الوحدات الى الدور الثاني من الدوري التمهيدي، كيف شفت هذا الفوز بشكل عام؟
يعني في البداية احنا بنبارك للوحدات هذا الفوز، وطبعا يعني الكل كان بترقب هاي المباراة اللي أخذت أكثر من منحنى خلال الأيام الماضية. بالتأكيد الوحدات بهاي المباراة الكل مقتنع أنه حقق الإشي المهم اللي هو الفوز، يعني بغض النظر عن النتيجة والأداء داخل الملعب سواء من جميع اللاعبين أو الظروف اللي تبعت المباراة. نعم. باعتقادي أنه المباراة كانت مضغوطة كثير بالنسبة للوحدات من ناحية الجماهيرية، وأيضا قضية المراقب المباراة الصيني مبارح اللي أثارها مع جماهير الوحدات أيضا وضعت لاعبين الوحدات وجماهيرهم تحت الضغط. أيضا خلينا هاي نقطة كانت مهمة في مباراة اليوم، إنها قبل المباراة ب 24 ساعة وضعت اللاعبين في ضغط كبير، أيضا بالإضافة لضغط إنه هم ما بدهم يتعثروا أمام فريق الهندي اللي هو بالأصل كان مجهول للجمهور الأردني، وأيضا مجهول أيضا للمدير الفني عدنان حمد، مع أنه هو راقب العديد من المباريات، ولكن باعتقادي مباريات من أشهر بعيدة شوي أثرت، يعني أنه بالمستوى اختلف المستوى لفريق البنغالور الهندي. باعتقادي اليوم الوحدات كنا بنتمنى أنه يطبق المقولة اللي بتحكي أنه في هناك فرق ما بين الكرة الأردنية والهندية بتحقيق نتيجة كبيرة، أنه يطلع بفوز مريح على الفريق الهندي، لأنه باعتقادي لو كان الأداء مريح كان استطاع عدنان حمد أنه يريح بعض اللاعبين اللي ممكن يستخدمهم في مباريات بطولة الكأس، وأيضا الوحدة الإماراتي في المرحلة المقبلة، وخصوصا أنه كان هو بتأمل أنه بالشوط الأول أنه يخرج بغلة وفيرة من الأهداف أمام فريق بنغالور، حتى أنه يتمكن من تغيير خطة اللعب، من تغيير بعض اللاعبين، من إراحة بعض اللاعبين المهمين اللي ممكن يفيدوه في المباريات المقبلة. كنا بنعرف ضغط المباريات اللي على الوحدات في المرحلة الحالية، ولكن اليوم الوحدات لعب مباراة حقق النتيجة المهمة. بالشوط الأول كان باعتقادي عدم تسجيل الأهداف ووضع الفريق في حالة قلق، ووضع الجهاز الفني في حالة قلق، وضع أيضا الجماهير في حالة قلق. كان في هناك بعض الثغرات في الوحدات كانت ممكن تؤدي أنه يتلقى أهداف أكثر من اللي تم تلقاها في الشوط الثاني بعد الهدفين اللي سجلهم. باعتقاد المباراة بشكل عام الوحدات ما لبى الطموح الكبير، ولكن النتيجة هي اللي كانت المطلب الجماهيري ومطلب أيضا جميع وسائل الإعلام والنقاد، أنه الفوز على فريق الهندي حتى أنه بعدين ينظروا للمرحلة المقبلة اللي هي مباراة الوحدة الإماراتية. نعم، ذكرت محمد أنه الوحدات تأخر بالتسجيل ولم يتمكن من ترجمة سيطرته بالشوط الأول لأهداف، لكن في الشوط الثاني مثل ما شفنا حقق الهدف وحقق الفوز. يعني شوفي هو خلينا نحكي اليوم الوحدات بالشوط الأول يعني كان زي المثل اللي بيقول انه لعب بعين واحده، او كان عنده عين يعني عين كانت معطله وعين بتعمل. لا. لانه هو الشوط الاول كان كل هجماته من خلال الجهه الميمنه عن طريق اللاعب منذر ابو عمره، ما كانت الجهه الميسره ما كان لها اي تفعيل ولا اي دور نهائيا، مما اعطى انه الفريق الهندي بعد العشر دقائق الاولى عرف خطه الوحدات، صار ركز على الجهه اليمنى، صار يحاول يغلق المنافذ على منذر ابو عمره. بالمقابل ما عم نشوف انفتاح لعب على الجهه الاخرى اللي كانت ممكن انه الوحدات تستفيد منها. باعتقادي تكرار الهجمات بنفس السيناريو بنفس الطريق ما اعطى اي اضافه للوحدات بالشوط الاول، وهذا مما اعطى انه في هناك عدم تسجيل الأهداف. باعتقادي عدنان حمد بالأسماء اللي نزلت على أرض الملعب بتواجد نحكي أحمد ماهر وبتواجد منذر أبو عمارة وحسن عبد الفتاح، عنده كان في إنه نوايا هجومية، إنه بده الكابتن المدرب العراقي يسجل أهداف مبكرة أمام فريق الهندي. هو بيلعب بطريقة هجومية، ما كان يلعب بطريقة حذرة، ولكن هي كانت أول خمس دقائق كانت حذرة للوحدات، أعطت الفريق الهندي مجال إنه كان ممكن يسجل أهداف، وكان له أول فرصة في الدقيقة الثالثة للفريق الهندي كان ممكن يسجل في مرمى الوحدات، ولكن حارس المرمى تامر صالح تمكن من إنقاذ الموقف. نعم. قبل إنه ما تصير الموقف إنه تسجل الكرة في مرمى الحارس الوحدات، ولكن باعتقادي ما كان في هناك في حلول خلال الشوط الأول إنه تغيير طريقة اللعب، كانت أغلب الهجمات زي ما بيحكوها كوبي بيست عن طريق الميمنة، عرضية من طريق منذر أبو عمارة أو اللاعب قنديل كان هو اللي يكسر العرضيات بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، ما كانت مركزة على مرمى الفريق الهندي. بالمقابل كان في هناك نوع من الاجتهادات الفردية للاعبين بهاء فيصل، شفنا انه بعد ما يئسوا الوحدات من الهدف كان في اللاعب سيبستيان ايضا سدد تسديده من منتصف الملعب كانت ممكن انها تكون هدف. اللاعب حسن عبد الفتاح حاول انه غير طريقه اللعب للجهه الاخرى، ولكن ما استطاع، لانه كل تركيز اللاعبين على اللاعب منذر ابو عماره، مما انه ارهق هذا اللاعب خلال الشوط الاول، لانه كثير كان انه نحكي الهجمات السريعه اللي كان هو ينفذها اعطته نوع من الارهاق خلال الشوط الاول. بالشوط الثاني باعتقادي كانت التعليمات واضحه لعدنان حمد، انه اللي ما جرب الشوط الاول انساه، انه يكون في هناك في تركيز اكبر.
شفنا التركيز للوحدات اختلفت طريقة اللعب، صار في هناك اختراقات، مع انه الهدف الاول كان من صناعة اللاعب منذر ابو عمارة عن طريق الميمنة، ولكن كان في هناك تغيير باللعب. الهدف اللي اجى باول دقيقتين من الشوط الثاني غير مجرى اللعب للوحدات، غير مفهومة اللعب للاعبين، صار في هناك حماس اكبر، الجمهور رجعت له الحياة من جديد بعد ما انه صاموا عن الاهداف 45 دقيقة. باعتقادي انه كان في هناك جرأة من المدرب عدنان حمد انه الزج باللاعب احمد ماهر كأساسي في هاي المباراة، وخصوصا انه اللاعب اجى للوحدات بغضون 10 ايام الى الفريق. باعتقادي كان كل متوقع انه احمد ماهر يدخل بالمباراة خلال كبديل خلال الشوط الثاني او خلال مجريات المباراة، كانها اول مباراة بيلعبها مع الفريق لسه ما جانس، ولكن زج فيه. هذا بأكد انه الكلام بيحكي عدنان حمد انه هو واثق بهذا اللاعب، قدرات هذا اللاعب، وبعتقد انه اللاعب ما اخذ المدرب في هاي المباراه، وتمكن من تسجيل الهدف الاول وتلا الهدف الثاني عن طريق ركله الجزاء. فباعتقادي انه هذا الشيء كان شيء ايجابي للوحدات انه سجل مبكرا. بالمقابل كان الفريق الهندي انه بعد ما تسجل الهدف الثاني للوحدات اصبح انه ما بخشى شيء، كان هو متحفظ شوي من هجمات الوحدات، بادر للهجوم، وبينت انه في هناك بعض الاخطاء الدفاعيه للوحدات، مكن الفريق الهندي من تسجيل هدف من عدم نحكي تفاهم دفاع لفريق الوحدات. كان ممكن انه في الدقائق الاخيره يكون في هناك هدف التعادل، ولكن يعني النتيجه قالت انها تنتهي 2-1 لمصلحه الوحدات، واعتقد انه هاي الاخطاء ممكن كانت انه حيدوها الفريق الهندي، كان ممكن انه تمتد المباراه الى اشواط اضافيه او ركلات ترجيحيه، ولكن باعتقادي انه النتيجه هيك يعني اصبحت لمصلحه الكره الاردنيه، والان عم نفكر في المباريات المقبله لفريق الوحدات. محمد، نحكي شوي عن الفريق، عن نادي بنغالور الهندي. انت من شوي حكيت انه كادوا انهم يستغلوا بعض الثغرات اللي حصلت خلال المباراه، وفعلا الفريق الهندي حاولوا انهم يرجعوا للمباراه. يعني شوفوا، هو نحكي الفريق بنغالور ما كان يعني من الفريق المنافس قوي للوحدات خلال هاي المجريات، يعني الكل كان تكهنات حول مستوى الفريق بنغالور قبل المباراة، نعم، سواء من وسائل الإعلام أو المدرب عدنان حمد أو اللاعبين، إنه كيف ممكن يكون هذا الفريق أمام الوحدات في مباراة الدور التمهيدي. هو هذا الفريق وصل لنهاية كأس الاتحاد الآسيوي، ولكن البطولة اللي شارك فيها ما كان في هناك فرق نحكي منافسة على الشكل المطلوب أو المستوى الفني العالي، وأيضا هو وصل للنهائي بناء على قرار الاتحاد الآسيوي بعد ما حرم الأندية الكويتية من المشاركة، كان هم وصلين نصف نهائي وبيتأهلوا للمباراة النهائية، هو طلع بقرار يعني إداري لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي. فهون بتصير نوع من المعادلة أنه هذا الفريق مستوى أنه ممكن يكون جيد كونه وصل نصف النهائي، أو ممكن يكون أنه مستوى عادي كباقي مستوى الفرق الهندية اللي واجهتها الأندية الأردنية في البطولات الآسيوية السابقة. ولكن هو لما شاف الوحدات في أول 5 دقائق هو فريق قابل للانتشار، في حال أنه الفريق المقابل أعطاه المساحة وأعطاه يعني الأفضلية أنه ممكن يهجم. فأعتقد العشر دقائق الأولى كان الفريق الهندي أفضل من ناحية التنظيم، هو فريق بيلعب بكرة وبنقل كرة، ولكن ما عنده الإمكانيات أنه يجاري فريق مثل الوحدات. لما الوحدات حاول يجس النبض ويكتشف فريق البنغالور، تقدم الفريق بنغالور وهدد مرمى الوحدات، فكانت هاي من الأشياء الإيجابية للفريق الهندي. ولكن عندنا لما تسلم الوحدات زمام الأمور ما شفنا الفريق الضيف بأي مناسبة، بس لما شعر بالخطر وأنه راح يفقد كل شيء بعد ما سجل الهدف الثاني في مرمى عن طريق اللاعب بهاء فيصل، تحرر الفريق الهندي وصار يلعب على الهجمات المرتدة، وصار يلعب بأسلوب وتكتيك مغاير للي كان يلعب عليه خلال الشوط الأول وضغط الهجمات الوحدات. فبعتقد الفريق عنده مقومات، ولكن ببعض المراكز ومش كل المراكز، مما يعني أنه ممكن أنه كان يكون نحكي الأطراف، خصوصا الطرف الأيمن والطرف الأيسر للفريق الهندي كانوا خطرين كثير لما ينتقلوا بالهجمات المرتدة، عنده أطراف سريعين. حكينا أنه في الثغرات اللي كانت موجودة في دفاع الوحدات كانت ممكن تشكل يعني منفذ جيد للهجمات الهندية أنهم يوصلوا لشباك الوحدات، ولكن كان في هناك في بعض الأحيان أنه لاعبين الوسط كانوا يرجعوا يغطوا مع لاعبين الدفاع في الوحدات، كانوا يمتنوا هاي الدفاعات، مما أنه أبعد الخطورة الهندية على مرمى تامر صالح في بعض. ننتقل لأحد الجوانب الإيجابية الأخرى عند فريق الوحدات، واللي هو طبعا الجماهير اللي اليوم كان في إلها دور كبير وكانت سبب مهم في تحقيق الوحدات لهذا الفوز. خلينا نحكي عن الحالة الجماهيرية. يعني شوفوا، احنا نحكي عن اليوم الجمهور كان يعني بصراحة اللاعب رقم واحد في الملعب مش اللاعب رقم 12، لأنه كان هو عامل إيجابي كثير، أنه نحكي أثر نفسيا على الفريق الضيف بصراحة. يعني أنت بتحكي عن أجواء ماطرة وأجواء باردة،
وكانوا من الساعات الظهيرة الجمهور عم بتوافد للملعب. عم نحكي عن روابط مشجعين الأندية الأخرى عم بتواجدوا في الملعب لتشجيع ممثل الكرة الأردنية في هاي البطولة. فباعتقادي أنه الجمهور كان اليوم له دور كبير. يعني كلمة شكرا قليلة على اللي صار اليوم من خلال الجماهير اللي حضرت للمباراة. باعتقادي أيضا جزء القرار مبارح المراقب الآسيوي كان له أيضا نحكي عامل إيجابي، أنه لما حذر أنه من هتاف للقدس في المباراة زاد الشحن الجماهيري، زاد نحكي الحماس الجماهيري أنهم يحضروا لأرض الملعب، رغم أنه المباراة كانت مبثوثة، ولكن أنه الجمهور مع الشتاء والأمطار قرروا أنهم يحضروا ويملأوا الملعب حتى أنه يكون أنه يثبتوا للمراقب وللاتحاد الآسيوي أنه جمهور الوحدات وجمهور الكرة الأردنية حاضر بكل المناسبات وأيضا جاهز للتجهيز. فنوجه تحية شكر لهذا الجمهور. وأيضا بحب أشير أنه يعني اليوم الكابتن عدنان حمد مدير الفني لفريق الوحدات بالمؤتمر الصحفي اللي بعد المباراة حكى أنه الحضور الجماهيري في مباراة اليوم هي رسالة قوية للاتحاد الآسيوي أنه الكرة الأردنية لازم تكون بدوري أبطال آسيا. يعني هذا الحضور الجماهيري بأنه من دائما هم باخذوا نقاط التصنيف الدول المتشارك في دوري أبطال آسيا منها الحضور الجماهيري للمباريات، فبيحكي أنه هذا الحضور الجماهيري لمباراة دور تمهيدي أنه في الكرة الأردنية يجب أن الكرة الأردنية تكون في دوري أبطال آسيا. صحيح. لأنها أصبحت الآن تطبق أغلب الشروط أنها تكون موجودة مع الأندية الكبيرة في القارة الآسيوية. باعتقادي شخص مثل عدنان حمد هو عاصر الكرة الأردنية وهو يملك دكتوراه، شهادة الدكتوراه في عالم كرة القدم، فباعتقادي أنه كلامه اللي بيحكيه هو كلام بناء عن منطق وعن علم مقارنة بالأندية الآسيوية اللي بتشارك في دوري أبطال آسيا. فباعتقادي أنه الكرة الأردنية أنا الأوان أنها تكون ضمن الكبار في دوري أبطال آسيا. واعتقاد الحضور الجماهيري ايضا اليوم اللي كان بيعزز هذا الاشي، واللوحات اللي شفناها داخل ارض الملعب يعني التيفو اللي دائما برسمه جمهور الوحدات وجمهور الكره الاردنيه عم بعطي ايضا نحكي رونق خاص للكره الاردنيه انها في هناك نوع من الامل والتفاؤل انها ترجع الانجازات اللي كانت خلال صحيح. السنوات الماضيه سواء على صعيد المنتخبات الوطنيه او على صعيد الانديه من خلال الظفر ببطوله كاس الاتحاد الاسيوي لموسمين لثلاث مرات عن طريق الفيصلي وشباب الاردن. نعم. بعد نهايه اللقاء كاميرا اكسترا تايم التقت عدد من نجوم نادي الوحدات، خلينا نشوف شو حكوا. اول شيء مبروك لجماهير الوحدات، مبروك لنادي الوحدات، مبروك لاداره ولاعبين ومحبي نادي الوحدات وجمهور الكره الاردنيه عامه، مبروك على هذا الفوز لانه نادي الوحدات بيمثل الكره الاردنيه وبيمثل زيه زي المنتخب الوطني، وان شاء الله يعني احنا فريق الوحدات بتاهل وبفوز على يعني بعد مباراتنا مع الوحده الاماراتي ان شاء الله بتاهل دور تصفيات اسيا للانديه لابطال الدوري. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله على الفوز، طبعا هذا بنهدي لجمهورنا الحبيب، طبعا بنحكي انه المباراة كانت صعبة مش سهلة، ما استهينا فيهم، نزلنا زي ما تقول انهم فريق محترم، احترمنا والحمد لله يعني قدرنا نحصل الفوز، بس يعني هسه عيننا على الوحدة الإماراتي. ان شاء الله بندعو يعني انه ربنا يوفقنا في هاي المباراه ونحصل الفوز لنتاهل لابطال اسيا اللي الاردن يعني ما عمره فريق لعب في ابطال اسيا، ان شاء الله احنا نكون اول فريق نلعب في ابطال اسيا ونفرح جماهيرنا كلياتها. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفوز وهذا اهم شيء، وعلى مستوى الشخصي كثير سعيد بتسجيلي اول هدف لي، بس لسه هذا مش مستوى احمد ماهر، لسه المستوى ان شاء الله قادم بيكون افضل لانه محتاج كثير لياقه ان شاء الله مع المباريات ومع التمرينات، ان شاء الله راح تشوفوا كثير احمد ماهر يبسطكم ويفرحكم ان شاء الله رب العالمين. احمد ماهر كيف شاف تفاعل جمهور الوحدات اليوم معه؟ والله بشكر كل الجماهير الموجوده اليوم برغم البرد، برغم كل قسوه البرد اللي كانت موجوده، الا انهم كفوا ووفوا، وان شاء الله ربنا بنسعدهم في المباراه الثانيه وربنا بيكرمنا ان شاء الله يا رب نتاهل لدوري ابطال اسيا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك لجمهورنا الكبير لفريقنا اللاعبين اللي أدوا أداء يعني نوعا ما مقبول. أنا بالنسبة لي بصراحة ما كنا يعني
مبسوطين من الأداء، كنا نتأمل أنه أداء أفضل، لكن قد يكون شوي الأمطار اللي كانت في الملعب، شوي الضغط النفسي على اللاعبين، خصوصا أنه إحنا متأملين أنه نسوي شيء كبير في هاي المباراتين. الحمد لله رب العالمين، المهم في المباراة أخذنا فوز كان مهم جدا معنويا إن شاء الله لمباراة الحسين في الكاس اللي هي برضو مهمة صعبة، لكن إن شاء الله إحنا نتأمل إنه مباراة الوحدة الإماراتي كمان نأدي أداء أفضل، أداء أقوى، حتى نقدر نقارع الكبار على المستوى اللي قدمناه اليوم، يعني اللي أتوقع إنه مش المستوى اللي إحنا بنرغب فيه ولا الجمهور اللي تأملت فيه، لكن هاي يعني مباراة كانت صراحة مع التكتيك الدفاعي العالي جدا لفريق بنغالور كان يعني صعب علينا اختراقه، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا وحصدنا الفوز اللي إن شاء الله نقدر نمشي فيه خطوة للأمام الأفضل إن شاء الله. تحكي لجمهور وحدات مباراة الوحدة الإماراتي الأسبوع المقبل؟ يعني جمهورنا ما بده حد يحكي له بصراحة، جمهورنا دائما سباق بالدعم للفريق، دائما سباق بالوقف خلف الفريق، جمهور الإمارات أو أتوقع الخليج كله بانتظارنا في أبو ظبي، لكن قلت لك إحنا الآن يعني راح نصب تفكيرنا في مباراة الحسين، لأنه مباراة بصراحة لا ينفعنا غير الفوز، وإن شاء الله إنه إن شاء الله إنه مباراة أبو ظبي بنهديهم أداء أفضل، روح أعلى، حتى نعطيهم إن شاء الله اللي هم بيحلم فيه اللي هو تأهل لما الدوري المجموعات الأبطال إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين على الفوز اليوم، إجا بجهد اللاعبين والجهاز الفني ومنظومة كاملة، وإن شاء الله إحنا بنطلع لنتيجة لمباراة الوحدة الإماراتي نطلع بنتيجة إيجابية نتأهل لدوري أبطال آسيا بين الكبار إن شاء الله. لقاء الوحدة الإمارات المقبل شو بتحكي عنه؟ شو بتحكي لجمهور الوحدات؟ إن شاء الله إحنا يعني إن شاء الله بنطلع إنه نكون أبطال آسيا، وإن شاء الله بنطلع بنتيجة إيجابية، وبنشكر جمهورنا اللي حضر اليوم، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. شو بحكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك لجمهورنا الكبير اللي حضر اليوم، عبو استاد الملك عبد الله. بصراحة الفريق الهندي فريق مش سهل، فريق لعب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، ولكن الحمد لله رب العالمين لاعبتنا عودونا دائما زي ما كل مباراة. أهم شيء الحمد لله تخطينا فريق الهندي، والحين عندنا مباراة يوم الجمعة بنفكر فيها، مباراة الحسين إربد اللي هي مباراة صعبة كمان، راح تكون في بطولة الكأس، يعني ما في أمامنا غير الفوز على فريق الحسين إربد عشان نتأهل لدور الأربعة، وبعدين نفكر بمباراة الوحدة. فريق الوحدة فريق كويس وكبير، ولكن احنا قادرين إن شاء الله رب العالمين أن نتأهل لدور أبطال آسيا، وبالوجوه الموجودة هاي بإذن رب العالمين نقدر نتأهل على دوري أبطال آسيا. يعني أكيد فرحة كبيرة بالفوز، تحدث عدد من اللاعبين عن يعني فرحتهم بالنتيجة، لكن عدم رضاهم عن الأداء والمستوى اللي قدموه في هاي المباراة، بالإضافة لتطلعهم للقاء الوحدة الإماراتي، وكمان تطلعهم لتقديم أداء أفضل في اللقاء الثاني. يعني شوف، كل اللاعبين مجمعين إنه المستوى الوحدات مش وخصوصا إنه الفريق الهندي ما كان بالخصم القوي، إنه عاندهم كثير خلال المباراة، لأنه نعم. كل بيعرف إنه لاعبين الوحدات عندهم أفضل من هيك، ولكن باعتقادي أنا إنه مستوى الوحدات يعني لو هيك لخصناه بشكل سريع إنه السبب بتراجع فترة التوقف، هو جاي من فترة التوقف نحكيها، وأيضا غياب عدد كبير من اللاعبين مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، في هناك كان باين إنه مش موجود التجانس، لأنه هاي أول مباراة بيلعبها الوحدات بعد فترة التوقف. صحيح. بعد عودة اللاعبين من المنتخب، يعني 3-4 أيام كابتن عدنان حامد باعتقادي يحاول يعمل المستحيل انه يرجع الفريق زي اخر مباراه لعبها في مرحله الذهاب في دوري المحترفين، ولكن وصل لمرحله انه شفنا الوحدات بالشوط الثاني بعد ما لعب اول شوط، بالشوط الثاني بلش الفريق يتجانس اكثر عن الشوط الاول، فباعتقادي انه هاي المرحله الان عنده مباراه مع الحسين وبعدين مباراه الوحده، راح يوصل باعتقادي بفورمه اعلى من اللي وصلها في مباراه البنغالور اللي لعبها اليوم. نعم. حديثنا عن نادي الوحدات مستمر، ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم من جديد، ومستمرين بحديثنا عن فوز نادي الوحدات على نادي بنغالور الهندي، وأيضا جماهير المارد الأخضر تحدثت لكاميرا إكسترا تايم، خلينا نشوف شو حكوا وراجعين. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكر رب العالمين والحمد لله أنه الله وفقنا في الفوز، وطبعا جمهورنا جمهور كبير، جمهور مفرح، طبعا لعيبنا بتزعل ملعب وتشوف جمهور لحالها بتصير بتلعب بلا شعور، ولعبتنا ما قصروا الحمد لله رب العالمين. هاي بطولة يعني انه مباراة مش سهلة، يعني فريق هندي فريق وصل لنهائي الاتحاد الاسيوي، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا، وان شاء الله ربنا بوفقنا برضه بالامارات مع الوحدة الاماراتي، وبرضه فريق كبير يعني، واحنا ان شاء الله ربنا بوفقنا، واذا ما تأهلنا الامارات ان شاء الله بنلعب الاتحاد الاسيوي وربنا بوفقنا برضه. الحمد لله كان لقاء كثير حلو، الوحدات طلع اول خطوة على السلم ان شاء الله لقدام احسن، والفريق هندي مش سهل نهائيا، السنة الماضية لعب النهائي
ان شاء الله عندنا احسن من هيك. يعني الوحدات كان اليوم لسه شويه الجمهور تواجد رغم ورود الطقس. يعني احنا كنا كلجنه منظمه يعني الحمد لله رب العالمين تفاجئنا من عدد الجمهور وهو شيء مش جديد على الوحدات الحمد لله رب العالمين. والجاي احسن ان شاء الله رب العالمين نتامل احسن ان شاء الله. اولا انا يعني صراحه بدي ابدا بالشكر لقناه رؤيا بالاحتراف الذي تعمل به بالشاشه اللي اشقها الجمهور الاردنيه من الاحتراف الذي نعمله فيه. اما بالنسبه للمباراه وتنظيميا ودخول الجمهور كان على اعلى مستوى الحمد لله رب العالمين. احنا من مثل الوطن وسيدنا جلاله الملك عبد الله ورئاسه سمو الامير علي. صراحه اليوم التنظيم كان على مستوى عالي. نشكر رجال الدرك، نشكر الاتحاد الاردني، نشكر الوحدات واداره الوحدات على تعاونهم المطلق، ونشكر جماهير الاردنيه على مش جمهور الوحدات بس، كل الجماهير الاردنيه اللي حضرت المباراه، ونشكر جمهور الوحدات على الثقافه اللي يعملون بها. اولا الحمد لله على الفوز والتاهل للمرحله القادمه من التصفيات. للاسف يعني بصراحه الوحدات ما قدم المستوى المامول، بجوز بيعتمد على طبيعه الجو البروده وما الى ذلك. نتامل كجماهير الوحدات انه الوحدات يكون قادر على انه يقدم مباراه افضل. مباراه الوحده الاماراتي مباراه شوي صعبه على ارض وبين جماهير الوحده الاماراتي. المستوى الفني للفريق الإماراتي أفضل بكثير من الفريق الهندي. نتأمل أن نكون قادرين على كجماهير كنادي الوحدات أن يكون أول فريق أردني أنه يشارك بدوري أبطال آسيا بالمسمى الجديد ويكون حافز للأندية الأخرى. نبارك لجماهير الوحدات، لإدارة الوحدات، لاعبين الوحدات قدموا جزء مما كنا نتمنى أن يقدموا. في قادم الأيام إن شاء الله يكون المستوى أفضل من هيك. إذن محمد، أراء مختلفة لدى الجماهير عن الفوز، لكن الجميع يتفق على أنه التأهل هو الأهم. يعني بالتأكيد هو بالنهاية أي مباراة كرة قدم الفوز هو مهم للفريق اللي بيحقق الفوز. وبالتأكيد مباريات زي هيك أنه بتحكي خروج المغلوب من مباراة واحدة، باعتقاد النتيجة أهم من الأداء. نعم. لأنه ما فيها تعويض نهائيا. يعني أنت إذا بدك تخسر هاي المباراة بدك تستنى للسنة الجاي في حال أنك أحرزت لقب دور المحترفين. يعني فبتوقع أنه الجماهير حتى أنه جماهير الكرة الأردنية كلها معلقة أمالها. يعني حتى اتحاد كرة القدم بتأمل أنه الوحدات يتأهل لدور المجموعات، لأنه هاي الأمور بتسهل عليه في أمور المواسم المقبلة لما بده يحصل على مقعد في دوري أبطال آسيا مقعد كامل. فبتقادي أنه إحنا صرنا سنين عم ندور على مقعد، ممكن أنه في حال تأهل الوحدات أنه هاي الأمور تسهل علينا في المواسم المقبلة أنه الكرة الأردنية تحصل على مقعد وتصير عندها مقعد ونص. بيصير بدل نادي البطل الدوري بتأهل مباشرة والوصيف بيلعب الدور التمهيدي. فباعتقادي أنه ما يعني صار الوقت انه فعلا انه الوحدات انه يوصل لدور المجموعات من دوري ابطال اسيا فيها ويحقق احلام جماهيره. عم نشوف الجمهور واعي عم بيحكي وبيحلل بمنطق. صحيح. كره القدم بيحكي انه الفريق ومدركين صعوبه ايضا مواجهه الوحده الاماراتي. نعم. ومن انتصار اليوم ننتقل للحديث عن المرحله المقبله لنادي الوحدات بالتقرير التالي. سيكون الوحدات من جديد على موعد مرتقب في مباراة مفصلية للتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا عندما يواجه الوحدة الإماراتي في السابع من الشهر المقبل في مدينة أبوظبي. ويجد الوحدات نفسه للمرة الثالثة أمام مباراة واحدة تفصله عن تحقيق حلم المشاركة الأولى للأندية الأردنية بدور المجموعات. وبالتأكيد طريقه لن تكون مفروشة بالورود، فهو قبل التوجه إلى الإمارات سيلعب مباراة هامة أمام الجزيرة في بطولة الكأس، وستحدد مصيره بالتأهل إلى دور الأربعة، ومن ثم سيتوجه إلى الإمارات. وبالرغم من أن المنافس الإماراتي على بطاقة التأهل مستواه متوسط بين الفرق الإماراتية، ولكنه يملك ميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره، وأيضا الراحة الكافية قبل المباراة. وتمني جماهير الوحدات والكرة الأردنية النفس بنجاح المارد الأخضر هذه المرة بتخطي عقبة الدور التمهيدي ومشاهدة الوحدات في دور المجموعات.
إذن محمد، الوحدات سيواجه فريق الحسين إربد في الكأس قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الوحدة. يعني شوف، هو الجدول المزدحم للوحدات الكل بيتفق أنه يعني راح يأثر عليه في المباريات المقبلة، وراح يخلي الكابتن عدنان حمد أمام قرارات صعبة يعني في المباريات المقبلة، وخصوصا مباراة الحسين المهمة له في كأس الأردن. يعني ممكن عدنان حمد أنه من أجل تحقيق الحلم والتأهل إلى دوري أبطال آسيا المجموعات أنه يعطي راحة لمجموعة من اللاعبين المهمين في مباراة الحسين إربد في بطولة كأس الأردن في الأسبوع المقبل. فباعتقادي أنه يعني أنا بس أنه اتحاد كرة القدم لما عدل جدول المباريات وأجل مباراة الوحدات ليوم واحد، وعكس أنه بدل ما تلعب المجموعة الثانية في الأول لخلى عكس الجدول المباريات، كان من الأجل يعني أنه هاي مباراة مفصلية للكرة الأردنية، أنه مباراة الكأس الأردن انها تتاجل ولو اسبوع انه مشان انه نعرف نحدد مصير الوحدات، انه هل سيصل الى دور المجموعات من دوري ابطال اسيا ام سيغادر هذا الدور. وباعتقادي انه زي ما حكينا انه لو لعب الدور الاول من مجموعات لكاس الاردن اختتم قبل نهايه مرحله الذهاب، كان احنا ما دخلنا بهذا الاشكال، ما وضعنا ممثل الكره الاردنيه الان في موقف محرج انه يلعب ثلاث مباريات في غضون ثمان ايام باعتقادي، وخصوصا انه في منها مباراه راح تكون خارج عمان راح يلعبها في ابو ظبي. فباعتقادي الان مواجهه الوحده، التركيز على الوحده، راح يكون في لها استعداد خاص للوحدات. مباراه الحسين مع انها مهمه وممكن تكلف الوحدات الخروج من بطوله الكاس، ولكن يجب انه العمل على اراحه بعض اللاعبين المهمين اللي هم ممكن يكون مفاتيح الفوز في مباراه الوحده. باعتقادي انه عدنان حمد اشرك مجموعه من اللاعبين على مدار مباريات مرحله الذهاب من خلال الدوري والكاس، عنده دكه بدلاء جيده، ولكن باعتقادي حتى اللاعبين حتى الجمهور راح يلعبوا مباراة الحسين وتفكيرهم وقلبهم وعقولهم مع مباراة الوحدة الإماراتي. باعتقادي انه هاي برضو ناحية صعبة من الناحية النفسية على الجهاز الفني، انه كيف يخلوا اللاعبين ما يفكروا بمباراة الوحدة حتى هم بيلعبوا مع الحسين إربد. فكنا احنا بصراحة يعني جد المرة يعني المليون كنا بنتأمل على اتحاد كرة القدم انه لو اجل هاي المباراة لبعد مباراة الوحدة، يعني اذا دخل الوحدات دور مجموعات بعدها اعمل الضغط اللي بدك اياه، لانه احنا هدفنا ككره اردنيه وكجماهير اردنيه انه نوصل دور المجموعات. صحيح، بصراحه يعني انه هاي مصلحه الكره الاردنيه، ولكن واعتقادي انه هو راح يلعب مباراه الحسين بحسابات انه هو مش متاهل، يعني الوحدات في حال بتعادل ممكن يروح من كاس الاردن. فباعتقادي انه فريق زي الوحدات بينافس على لقب بطوله الدوري وبينافس على لقب بطوله الكاس، مش من السهل انه يستغني انه يخرج من البطوله، ولكن الآن هو مجبر أنه إذا بده يلعب مباراة الوحدة بصفوف مكتملة ونحكي بقوة مكتملة بده يريح بعض اللاعبين في مباراة الحسين إربد. يعني نعم، هاي الأمور راح تعطيه أيضا نوع من نحكي الحلول الصعبة لعدنان حمد، وممكن أنه يتوفق فيها، وخصوصا يعني أنه نحكي أنه الحسابات الفرق الأخرى أيضا فاستنى تعثر الوحدات حتى انه الجزيره يكون له في امل، شباب الاردن يكون له في امل، وايضا الحسين اربد موجود ايضا في نفس النامعه في هاي المجموعه. فباعتقادي انه يجب انه يكون في هناك دراسه وعنايه خاصه لهي المباراتين، ونتامل انه يعني يركزوا على مباراه الوحده الاماراتي اللي هي راح تكون نحكي تحت انظار جميع يعني متابعين الكره الاردنيه والعربيه، انه تشهد مشاركه اول فريق اردني في دوري ابطال اسيا، لانه الوحدات وصل لمرحله انه الان يجب يشارك في هذه البطوله. نعم. طيب محمد، الوحدات مره جديده بتفصل مباراه واحده فقط عن دور المجموعات ببطوله امم اسيا، وهي المره امام الوحده الاماراتي. يعني شوف، الوحدات المره الثالثه هاي عم بيلعب الملحق الدور التمهيدي لدوري ابطال اسيا. بجوز الموسم الماضي لما لعب مع الاتحاد السعودي كان مباراة واحدة، الموسم هذا عم بيلعب مباراتين، الموسم اللي قبله لعب مباراتين، وكانت مباراته الصعبة مع الأهلي السعودي، لعب مباراة صعبة مع الأهلي السعودي. فباعتقادي انه مباراته اللي بتاعت الموسم الماضي مع الاتحاد السعودي الكل حكى انه الوحدات مستحيل قدم اي شيء امام فريق عريق في قارة اسيا وحاصل على لقب دوري ابطال اسيا اكثر من مرة هو فريق الاتحاد السعودي، ولكن كان الوحدات قاب قوسين او ادنى من التأهل الى دور المجموعات، ولكن جزء شغلات بسيطة بعامل الخبرة بين اللاعبين
هي اللي أثرت على تأهل الوحدات وأعطت النتيجة لفريق الاتحاد السعودي بهدفين مقابل هدف. باعتقادي إحنا اليوم أمام خطوة مهمة، إحنا عم نلعب أمام منافس أقل مستوى من الاتحاد السعودي، أقل مستوى من الأهلي السعودي، هو الوحدة الإماراتي. الوحدة الإماراتي الآن الكل بيعرف إنه ترتيبه بالدوري الإماراتي هو بين الخامس والسادس، ومرات برجع للسابع، برجع بين هاي المراحل اللي هي المراكز الوسط في الدوري الإماراتي. فباعتقادي إنه مش هذاك الفريق المرعب، ولكن هو بيمتاز بإنه بيلعب على أرضه وبين جمهوره، وإنه أيضا بيمتاز، خلينا نحكي إحنا اللي حطينا الوحدات إنه تحت ضغط المباريات، رح يلعب أمام فريق منهك، رح يلعب أمام فريق منهك. فباعتقاد الوحدة الإماراتي هو رح يمتاز إنه عنده الراحة، رح يمتاز إنه أرضه وبين جمهوره. الوحدات رح يجي منهك من السفر، رح يجي منهك من المباريات، رح يجي منهك من الضغط الجماهيري اللي رح يكون موجود عليه خلال هاي المباراة. فباعتقادي إنه هي فرصة لن تتكرر للوحدات مرة أخرى، يعني إنه نحكي الآن هو على بعد 90 دقيقة من الوصول إلى دور المجموعات، ولما نحكي دور المجموعات نحكي عن كل إشي ممكن ينقل نحكي الوحدات إلى زيادة من عالم الاحترافية. أنت راح تواجه فرق الهلال السعودي وأيضا الفرق القطرية والفرق الإيرانية في هذه البطولة. طب محمد، كيف لازم يتعامل الوحدات مع نادي الوحدة الإماراتي ليضمن تأهله لبطولة دوري أبطال آسيا؟ باعتقادي أنه لازم يتعامل في هذه المباراة بالذات أنه نحكي أنه يركز عليها ويبتعد عن بطولة الكأس. أولا الجمهور لو طلع الفريق من بطولة الكأس، لو خرج لازم انه ما يأثر على الفريق وانه ما يضغط عليه قبل مباراته المهمة امام الوحدة الاماراتي بثلاث ايام، يعني انه يعطيه حتى لو خرج يعطيه اعذار للاعبين، يعطي اعذار للجهاز الفني، يعطي اعذار للادارة. باعتقاد الان دور الادارة ودور الجهاز الفني اللي هو العامل النفسي على اللاعبين، باعتقاد الان وقت انه يرصدوا مكافآت مجزية للاعبين انه حتى انهم يوصلوا للدور التمهيدي. جزء مباراة الاتحاد ما الموسم الماضي الادارة تعاملت بشكل مختلف، ما رصدت مكافآت كبيرة، ولكن هاي المباراة تستحق، لانه انت في حال كنادي وحدات دخلت دوري ابطال اسيا باعتقادي بسموها البيضة الذهبية للاندية، انه بيصير عندك حقوق تسويق، تلعب مع فرق رعي مباريات الى اخره، بيصير عندك عائد مالي كبير خلال هاي الست مباريات راح تلعبهم بدور المجموعات من خلال الذهاب والاياب. فباعتقادي انه يجب انه التركيز عليها من الناحية المالية، من الناحية النفسية أيضا، من الناحية الجماهيرية. جماهير الوحدات يعني باعتقادي جماهير واعية، يجب أنها مباراة الحسين ما تكون أنها نحكي يجلد الذات عليها قبل مباراة الوحدة الإماراتي. فباعتقادي هاي ثلاث عوامل أنه اللاعبين راح يعطوا كل اللي عندهم خلال مباراة الوحدة، ولكن مباراة الحسين أنا اللي خايف منها أنه إذا صار فيها إشي مثلا من نتيجة سيئة أو إلى آخره للوحدات انه تاثر على الجمهور وعلى ردة الفعل للاعبين قبل ما يسافروا على الامارات، لانه هاي بتعرفي انه ممكن العامل النفسي اثر يكون له عامل كبير خلال المجريات مباراه الوحده. وكنا شفنا انه اليوم كان مدرب الوحده الاماراتي موجود في ملعب الملك عبد الله، تابع المباراه من ارض الملعب حتى انه يرصد، فالفريق قاعد بيستعد فقط لهي المباراه. بالمقابل الوحدات لعب بنغالور والحسين، بعدين يلعب مع الوحده الاماراتي اللي هي المباراه الاهم في تاريخ الانديه الاردنيه حتى انك توصل لدورة ابطال اسيا. نعم، رح ننتقل طبعا لصفحتنا على الفيسبوك لنستعرض عدد من الاسئله والتعليقات. سلمان الطوافشه: من وجهه نظري المتواضعه الفريق الهندي ضعيف جدا، ولكن اداء الوحدات لم يكن ذلك الاداء المتوقع حيث احرجه الفريق الهندي مع انه متواضع. سؤالي للكابتن حسيبه: هل ترى من خلال خبرتك كمحلل ان الوحدات بهذا المستوى الذي ظهر به اليوم امام الفريق الهندي قادر على تخطي الوحده الاماراتي؟ يعني شوف، هو المستوى انا حكيت المستوى هذا اللي ظهر فيه اليوم لانه جاي بعد فتره توقف وكان في هناك غياب اللاعبين مع المنتخبات الوطنيه. فباعتقادي انه الان المرحله المقبله مع التجانس راح يرجع الوحدات لمستواه الطبيعي ويكون واصل للجاهزيه من خلال التجانس امام الوحده الاماراتي. نعم.